شدد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي على أنه لا يمكن إهمال أحد في لبنان الذي هو على شاكلة الولايات المتحدة بلد فسيفسائي، لكن ما يختلف هو الانتماء للدولة، وهذا ما يجب أن يسعى اللبنانيون إليه. الراعي وخلال حفل أقامته قنصل لبنان في لوس أنجلوس مادونا غزال على شرفه دعا إلى تعميم لغة الوحدة. ما فينا نضحي بحدا، ما فينا نستغني عن حدا، نحن بحاجة لكل إنسان، بحاجة لكل رأي، بحاجة لكل فكر، لكل حزب، لكل تيار، لكل تجمع. البطريرك الماروني أمل أن تؤدي التمخضات التي يشهدها العالم العربي إلى ولادة جديدة. العالم العربي مش لازم يبقى أرض الحديد والنار، مش لازم يبقوا شعوب مقهورين ما عم بيعرفوا شو معنى السلام. لذلك نحن بدنا ندعمهم كلهم، ندعمهم بالمحافل الدولية، ندعمهم بوجودهم محل مهن، والتزامنا برسالتنا الكبيرة بدنا نحملها معهم حتى ينعم الشرق العربي، ينعم بسلام، والديانة المسيحية والديانة الإسلامية بما عندهم من قيم حضارية كبيرة ما تروح ضحية الحديد والنار. وجدد البطريرك الماروني الدعوة إلى المغتربين لتسجيل أنفسهم في لبنان لما لذلك من منافع في تمكينهم المشاركة في الحياة السياسية اللبنانية.